السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهارده جايين مع بعض فيديو جديد وصورة بالذكاء الاصطناعي تكون كويسة جدا، وان شاء الله الفيديو مش هياخد مننا اي وقت تماما. الصورة تكون هي البنت في المطرة ويكون الشكل حزين شوية وتكون الصورة واقعية بعض الشيء. الوصف البحث اللي انا هكتبه في الفيديو ده يكون موجود في الديسكريبشن او في الوصف بتاع الفيديو، تقدروا تاخدوه وتكتبوه بنفس الطريقة اللي احنا هنكتبها دي وهتظهر معاك الصور كويسة جدا. رقم واحد يا شباب نيجي على bing.com اللي احنا عارفينه، بعد ما نيجي نكريت الطريقه دي كده هنضغط على بينج دوت كوم بالشكل ده يا شباب، ومن هنا ايمجز بالشكل ده. طبعا تقدر تعمل ده من على التليفون برضو، من هنا كريت بقى كده يظهر معاك الشكل ده. تيجي هنا كده وتكتب وصف البحث باست او لصق بمعنى صح، وتكريت بالطريقه دي وهكذا. مايكروسوفت ديزاينر من على ايمج كريتور جنريت من هنا كده يا شباب. من هنا نقدر نكتب الوصف البحثي وندوس جنريت يا شباب، ونشوف النتائج اللي هتكون معانا. نقفل ده دلوقتي، ظهرت معانا النتائج بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. نفتحنا الصور، تظهر معانا صور واقعية جدا بالشكل ده. 2 3 4 صور يا شباب في مطرة، والصور جميلة جدا جدا. في نفس الوقت هنشوف مايكروسوفت هيستخرج لنا صور ايه، صور ممتازة جدا 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 بالشكل ده يا شباب. ايه اول صورة، تانية، تالتة، والرابعة معانا البنت سمرة. طبعا هو جيب لي صور عشوائيه، انا مش كاتب له ان البنت يكون لونها هي، انا كاتب له ان هي تكون بنت، يعني الصوره تكون كويسه. وصف بحث دقيق شويه لموضوع المطره والشتاء، وفي نفس الوقت الميه بتاعه المطره يوم ممطر بالشكل ده. ظهر معانا صور جميله جدا. الوصف زي ما قلت لكم انا سيبه لكم في الديسكريبشن او في الوصف ده الفيديو، تقدروا تبحثوا عنه في بينج او في مايكروسوفت ديزاينر، وهتظهر معاكم صور ممتازه جدا جدا. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سيب تعليق قول لي في رايك. ولو انت محتاج تصاميم بالذكاء الاصطناعي لافكار معينه او افكار جديده، وانا ان شاء الله هعملها لكم في اقرب وقت باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.